والله كل الديريين كانوا زبائني، طلاب محافظة الحسكة، طلاب جميع المحافظات اللي كانوا يدرسون بدير الزور كانوا يجون يأكلون عند مطعم أبو دليل. أنا من القامشلي، من سكان قامشلي، طلعت على دير الزور بالسبعينات بدواعي العمل، ثم كملت الدراسة، بعد الدراسة كملت العمل بدير الزور. بعد ما صارت هاي المشاكل رجعنا على القامشلي. مطاعمي كانت بحيل مشهورة، مطاعم أبو دليل كان بدير الزور وكل الناس تعرفها، كنا نشتغل شغل جيد. الآن كلها خراب، يعني ما شلنا لا معدات لا، يعني كل شيء بالمطعم هالساعتين صار مثل خربة، صارت ما في شيء. أول ما جينا كان في عوائق كثيرة بقامشلي. اولا كهرباء ما كان في، المي ما كان في، الخبز كان في ازمه على الخبز جدا، يعني كل شيء صار قليل. فلبين ما نامن ربطه الخبز كان بدنا ساعه ساعتين لنامن الخبز. انا محاسب، أنا مبسوط بالشغل هون، شغل سهل وجيد، دخل مقبول لا بأس. أبو دليل شغل عوائل كثير من الناس النازحين، وله أيادي بيضاء بهال بالمنطقة ما شاء الله، ما عم يقصر مع حدا.